خوشویست دو بابت من مایا لوحده ششم او انشاءالله باسی دکینو کتایی با وحده ششم دینی بابت یکمان قلب تائی طاعن الاملاء الاملاء قلب تائی طاعن سکاتك ت دگوره لبو ط قلب يعني قران كاريا قلبي ده كان ولد جون حرفي طا لبو طا بوا يكلب ابا تكاني وحدي ششما الاملاء شبدو شوازي بسيار لو بابا تيديتو دين السبابة تكي شرح دكي دعاية بسيارة كان عراستا دكي سؤال متى تقلب التاء طاء دريت سكاتك حرف التاء دغوري لبو طاء الجواب جيم يعني الجواب تقلب التاء طاء اذا كان الفعل على وزن افتعل اذا كان الوزن فعل على وزن اجل فعلك لسر او وزني بافتعل استوى اصلي ويتيها اصلا كيف فعليها تمشى توتمان لو زياد كرديا همزه لقيتها دري حركاتك فعلك ثلاثي بو لسر وزني افتعل ما ندروس كر او تا دغوري لبو طا بلام شرطه شي هي بشرط شرطك اتسيا شرط شرطك أويا أن يكون حرف الأول حرف الأول أي فاؤه صاد أو ضاد أو طاء أجيك لو سي حرفي بو أو كاتي كفعل ثلاثية كمان ده لسر وزني افتعل دروسكل تقلب التاء طاء سدد دون نمونه دي النوا نمونه كان حرف يكم كفاو الفعل كي صاد وضاد طاء نبي زام دغوري ودني واقد نمونه حرف يكم صاد بيان ضاد بيان طاء بو دغوري لبو طاء يانا بس اذا فاوتيا اما فعلي ثلاثي ما لسه وزني فعل او ميزانك يا بو اذا غوتري فاء الفعل بو اذا غوتري عين الفعل بويدا قلت لي لام الفعل مشى حرف فعلك اقل ثلاثي بي حرف يا كم فاو الفعل حرف دوام عين فعل حرف سيم لام الفعل وشي جمع جمع لسا وزني فعل يا قتابيا بويدا قلت لي فاو الفعل حرف يا كم دوام عين فعل سيم لام الفعل او كاتدري اذا كان حرف الاول كاتب بيسما بو حرفيا دري حرف يا كم صاد ينضاء ينطابتا إذا حولنا إلى وزن افتعل تقلب التاء طاء أو كاتي أو تاء أو تاء دقوري لبو طاء افتعل ها أو تاء ما بينهم نتشبينه استاذ جمعة طيب يعني استاذ جمعة فعلتي ثلاثية لسا وزني افتعل يدرس كيدا بتاء اجتمع آية هل قلبت التاء طاء آية تأكا قورا لبو طائي نخي نا قوري لو أما قلت ما شرطك أوي دبي حرفي يكم صاد بي يان ضاد بي يان طا بي أو كاتي دا قوري كواتا أقر حرفي يكم صاد وضاد وطاء نبو نا قوري ليك حالتي دا قوري أقر حرفي يكم صاد بي لون مني صبرا يان ضربا يان طردا أقل امتحاني هاتو يان اجتماعي دري متى تقلب التاء طاعا إذا كان الفعل على وزن طبعا أو الضرورة أو وزن أتولى بردكي صالانا للاجتماعي ديتو دري تقلب التاء طاعا إذا كان الفعل على وزن سار هل بجاردن داداتي استامش بسيارة كان عراستي إيوا دكي دين استا صبري نتحول صبر إلى وزن افتعل دبيتا بدو طريقة حل لك انت استبرا بلا ما دام حرف يكم صادا او تا دا قوري لبوتا
كتابة أصلك دبتا إس تبرة دبتا إس تبرة كواتا قلبنا التاء طاء. لماذا؟ لأن حرف الأول صاد. أنا بري حرفي هي كم صاد؟ دوميان ضربة دبتا إذ طربة لسان أو تاء دقوري لبو طائي دبتا إذ طربة يمني سيمان إذ طردة تمشى بلام ليلة تشتكي من لحظة شيء بسيط هي قلت من لسان أو تاء دقوري لبو طائي بلام دوت أجر هاتو لدو يكاد يك طائي دكيو دغمي دكي ديكي شدد بتا إذ طردة دبتا إذ طردة كواتا بابتا كمان ليلة دو تشتهي زور جرينجا يكميان وزني افتعالي لبردكي دومشان كو تحويلي صبري دكين ضربي دكين طردا لبو وزني اتردا كواتا ليلة بابتك متى تقلب التاء طاعا تكاتك تأدى قوري لبو طاء إذا كان الفعل على وزن افتعالا أقل هاتو فعلك لس وزني افتعالي قران كاريكش بلام شرطك مانية شرطك أن يكون حرف الأول أي فاؤه كباس ماكر أو حرفية كما لفعلي صادا أو ضادا أو طاعا أجا حرفية كم صاد بيان ضاد بيان طابي لو كانت كاتي تقلب التاء طاعا تأكد قوري لبو طاء بقى شبابا إذا دين شوازي يعني دو بسيار دو بسيار اجتماعي كو بسيار اجتماعي لو بابتي ديتو بابتك زور زور آسانا أتو بس وزنكي لبركة هروا الامتحاني داري إذا حولنا صبرا إلى وزن افتعالا صار هالبجاردن داتي أتو يكسرت مشاكا مادم حرفية كم صاد بي يان ضاد بي يان طابتا يكسر تأكي دا قوري لبوطا تقولوا عن يكلا هلا مكان استبرد داتي طلبة داري ما مستأول لسا وزن افتعالي بلا يكسر بزانك حرفية كم صادا تأكا دا قوري لبو حرفي طا. دين سؤال شي سؤال وطني بسيار اجتماعي مزام كده دري تقلبوا أو تأكيد با صالانا لاجتماعي أو بسيارك كديتوا تركيز كنسري تقول يان بو الشوازي بسيار ديتو بابتك لسوا وزنا كيديتوا بابتك شكلو فعلا يكلو فعلانا داتي دري بيقورا لسوا وزني افتعلا يكسر بزانا بابا اوش ديت لها البجاردني او دائما تسوقت من حرف هي كم صاد بيان ضاد بيان طابي دغوري لبو او تا دغوري لبو طا امنا ام نوسيا بزانا تاكو غوريت مان تا كمان غوري لبو طاي اغنى يكسر ولا مراستكي استبريا يكسر يتحول حرف التا الى طا تسوى مقاعدة كمان بيشتر باسكليا تقلب التاء طاعا إذا كان الفعل على وزن أو هالبجاردنك يا دري افتعال تفعل انفعل افتعل وبسيارك سؤال دوم الفعل طرح على وزن افتعل دري طرحي لس وزني افتعل دروز بك بابين هالبجارنا كان دبتا اطرح اطرح او الشولامي كم البجاردنية كم أوش هالبجاردنية دوم يعني دبتا إن طرح يعني دب اطراح أتو يكسر دين ولامية كم وردة قرين داري تقلب التاء وطاء داري تأدى قوري لبو طائي أقل هاتو لسر وزنة شيبو أتو يكسر وزنة كد لبرا كوزن افتعليا بس لو حالتي بس لو حالتي تأكا دغوري لبو حرفي طا كواتا والجواب الصحيح افتعل باش اختابيان افتعل اوشيان طرحي كتمشادك حرفي كم صاطا
يان ضادة يان طاء يكسر يكسر كو لسه وزني افتعل الدروس كت أو تاء دقوري لبوطة دولة مسح كدري اطرحة طبعا إذا أشتري ملاحظة كم باسكت أجا حرفية كم طابو لبرئة تشتا أكي أو تاء دقوري لبوطة أو دو تاء دقن لدو يقدين في هدو طاينانوسي يكتا إدادن أو جدكين الشدة أنا سبيش ترجب أسمان كردية قوت مان الشدة بحرف حسابة للغي عربي أو بابت يكمية الإملاء قلب التاء طاء تسكاتك تاء دقوري لبو طائي أقل هاتو لسا وزني افتعل أبو شوازة كشمان باسكر بقشتي أو بابت يكمانا لإملاء لوحدي ششم هوا دارم تيجي اشتبن دين أبزار ديسا بابتش كإملايا دو بابت إملاء من مايا بابتا كان زور زور أرسانا بدايتش باسم كرت تم وحدي ششم تاراديه چي زور بس عددي تيدايا اقنا او كانت كهموي زور زور آسانا موضوع كان بدايتا بتمراز عاي عامة لوحدي تارم و بينزم ششم دين استا ابزاري باسي سام بابتا چي إملاي دكين بابتا كتسيا وصلوا مئة بالأعداد المفردة وصلوا مئة بالأعداد المفردة أعداد مفردة سيا من ثلاثة إلى تسعة لصيها تانو أقول طلبة بسيار كلهم صادية كدوش مفردنية بلا مفردة بلا بمئة وناسية تكو يك هبا خوي مئة دوش داري مئتان يعني بأونية بلا بس ليرات سداري آية مثلا زماني كرديش مهنه يا قبته ابن يوسي سي صد كودا نسي سي او هذا نسي ليره بابا تكيم يا ويدري اگر هاتو صد سي حتى نوي لگر صد ابن يوسي آية توصلوا ام لا توصلوا آية سي كا حتى نوي كي كدري سي صد 300 400 500 بابا تكمان ليره كتابتنا كتابتن نسين داري هل توصلوا ام لا آية بي ودنوسي يان بي ونانوسي سؤالك بابي كان السؤال الجواب سؤال هل توصل مئة بالأعداد المفردة أم لا هل آية سي هتا نوي أجر هاتو بينوسي كتابة لقصتي سي صد سار صد بين صد بعربيش 300 400 500 600 هتا 900 كتابة هل توصلوا أم لا بس يعني اجتماعي ديتو مقصد نسي اختار الكتابة الصحيحة سار هالبجاردن داتي يكلو أنا تمشادك كامي أن توصلوا مزاملاي لا توصلوا استاذين بازدكين باشان يقدو بس يعني اجتماعي دنوسي الجواب جوابك هي نعم توصل بلي بيو دنسي او هنا نسي مقصد نسي 300 او كتابة غلطة ملكو سيكا حتى انو يكي توصلوا با اعدادي صد بيو دنسيتا مثل 300 أويا نسرية سيصد آية تمشى كتابة كودا نسري أما قلت مان توصلوا كواتا بيو دا نسري داري ثلاث أو ثلاثة كيدا نسري مئة كش بيو دا نسري يعني باش قطابيا سيصد كواتا أقل امتحانياته وتي وصل مئة بالأعداد هل توصلوا مئة بأعداد المفردة أم لا جوابا كي توصلوا أجل نسين شداية كتابة بابي جمال إيش كاب نسين مثلا نسين نو مئة دنسين تسع مئة كيف يو دنسين كوات الليرة أو الجواب الصحيح كتابة لسي هتا نوي بيو دنسي بلكو بزيانة بتوى بلام لكردي دنسري سي صد زيايا بلام لعربي توصلوا بسيار اجتماعي لو بابتين سؤال
وطني. داري اختار الكتابة الصحيحة كتابة يعني كامل نسيني راستا هالي بجينا مصلون مني ده نسري حفت مئة. أقر أول شيء ندا جمارة كان هم يك جماري هالبجادنا كان كامل كتابة راستا أتو أوي دنسي هم دريم سبع مئة أو يا كميان سبعون تقولوا ما بستي حفت صدى سبع مئة غير ذلك تمشى ذكي كاميان أو بيو نساء النخير أوش كتابة غلطة كواتا سبع مئة تمشى وصل سمعة بمئة حفتك بصدك ونساك وات الجواب الصحيح هو سبعمائة. هو بابتي إملاء لا عددك بيشت الباس ماكن ملا دبري بابتي عدد زوربو مازال نبو بابتي لقربي باسكين أو بابتي دوما إملاء لتس لعددي كوات الليرة بابتي كمان قلب التاء طاء وبابتي دوما هل توصلوا مئة بالأعداد مفردة من ثلاثة إلى تسعة؟ الجواب نعم توصل كتابة أو هذا نسري بسيار اجتماعيش بوشي وعزي ديتوا أقر بسيار شاتوا لو ينسر أبو هل توصل مئة بالأعداد المفردة هل بجاردن هاتوا أتدري نعم بل يعني بل أو بيوا دنسيتن أو بابتي دوما طاوك اللي إملاي استاذن آخر بابت كباز دكين لوحدي ششم الاسم المشتق والاسم الجام هوشان صالانا بدون ابسيار ديتوا بينا سكان زور زور مهيمة بحال بجاردن ديتوا هرو هاجما وشك الدداتي درعاية او وشا مشتقة يانش جامدة كامي انا اتمش استاباسي داكين اتو ديزاني اي او وشا مشتقة يان جامدة بخوي تفاصيلي دا بلام لوحدي ششم لبولينو زور با کرتیباسی کردیا بس پیناسی هر دو بابتی کردیا پاشن لپاش پیناسا که چند نمونه چی هنائی توا داری او شیع مشتقی انجام دا استادین پیناسا کن باز دکینو شرح مشتق و جامد دکینو چند نمونه کش دینو بسیار اجتماعیش بزنم کل و بابتی دیتو باشا قطابیان استادین باز دکین القواعد کتاب بابت من لوحده ششم الاسم المشتق والاسم والاسم الجامد والاسم الجامد الوحدة السادسة الدرس السادس كنت هذا درس مان لوحدي ششم كاستا باسي دكين دن بدايتي بيناسي اسمي مشتق دكين لقى اسمي جامد بيناسكا بهالبجاردن سالانك يان بار يان بيرار بو زور بي هالبجاردن كان زور بي بسيارة كان اجتماعي بيناسا بو تكا بيناسا ما زور هيا او مجردة ومزيدة او حالة او فعل امرة فعل ماضية مضارعة مشتقة جامدة او انا هموي بيناسيا بيناسكي بخوي داتن داري بيناسي كامي انا لوانا اتوستا بيناسا كان زور تركيز كالسالي استاذين بيكم يا بيناسي الاسم المشتق الاسم بيناسا كي دري هو الاسم المأخوذ هو بابتا كمان باسي اسمي دكا اقادار با اسم هو الاسم المأخوذ من لفظ الفعل اسم مشتق دري اسمك ناوك مأخوذ ورجيراوة لتس لفعلي يعني أصلي كلمة كين يبالك ورجيراوة ورجيراوة باب النمونات شبينوا استعمل دريم مكنسة 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 اسمه إيش كاربايدة آية أصلي كلمة ورجيراوة
بلي ورجلاوة لا تسوى جلاوة لا كنسي كواتا أول شيء ورجلاوة بيتن لفعلي أو بيدا قوتري مشتق بيدا قوتري مشتق نمونشكا مكتوب مكتوب لسوزني مفعولة اسم مفعولة مأخوذ ورجلاوة لا تسوى ورجلاوة مأخوذ من الفعل كتب طيب يعني كواتا هل وشك اصلا كي خوي نبي او بيدا قوتري اسمي مشتق تمشى دري هو الاسم المأخوذ ناوك ورجلاوة من لفظ الفعل لس ورجلاوة لفعلي ورجلاوة كواتا او بيدا قوتري الاسم مشتق بناسكي لو انا ابن سري هو الاسم المأخوذ من لفظ الفعل صار هالبجار المبدأ يكسر بزانا كقوتي ورجلاوة لفعلي يكسر بزانا وبناسي الاسم المشتق باش اختابيان او اسم المشتق منشك دين نوا لاعب يعني ملعب ملعب لتسور جلاوة لعبة كانت اوان همو بيان دا قوتري اسم مشتق لو بي دا قوتري اسم مشتق لأنه لبروي مأخوذ من الفعل لبروي لو بي دا قوتري لبروي ورجلاوة لفعلة شي فعل كان كنسية كتبية لعبية او بيدا قوتري الاسم المشتق دين باسي الاسم الجامد دكين او هي كميان الاسم مشتق دوميان الاسم الجامد اسمي جامد سيا هو الاسم هو الاسم هو الاسم او نسيا مأخوذ وانا او يدري غير المأخوذ غير المأخوذ والنجلة والتي من لفظ الفعل من لفظ الفعل تمشى كتابيان عكسي زيازي قاعدية كما او عندري ورجلة او يعني كواتت بينا سكان اقل بتاني اقل بشتوي لبرشينا كي مشتقة كدري اسم المأخوذ او دري اسم الغير مأخوذ بس بغيرك مشتق او ورجلة بيتن لا أصلي كلمة نبي بلام اسم الجامد هو الاسم غير المأخوذ من لفظ الفعل ونجي رابطاً لتا لفعل بركو أو بخوي أصلي وشركي بيتاً بابن يقدون مني بالنوا أمن دريم النار أو يعني النار النار والنجي راو يعني الأسد تمشى قطاب يعني الدفتر دفترش والنجي راو يعني قلم باش أصي قلمتي هر قلمة أصي دفتري هر دفترة كواتا ليرا الاسم الجامد هو الاسم غير مأخوذ من لفظ الفعل جامد أويا ورنجي راوي بلكو شكا بخوي أصلي خوي بي ملام الاسم المشتق هو الاسم المأخوذ من لفظ الفعل كواتا ليرا تلو بابتي بيناسي اسم مشتق بيناسي اسم الجامدي بزانة زور مهمة لين اجتماعيش وشك دداتي مثلاً ده سوي مكتوب اسم مشتق جامد صار هالبجاردن دداتي عتو يكسر ده بزاني أجر وشكا أصلي كلمة يبو يكسر جامد ده كينا وكواني أجر وشكا ورجلاو بلا فعلة شيء وكم مكتوب لك تبعي يكسر كتاب يعني بزان أو يعني الاسم المشتق يا صادين يكتب سير اجتماعيش لو بابتي حل ده كين كوتاي بوحدي ششم ديني الاسم مشتق بآخر كوتايا بابتا لموضوع قواعده أروها لوحدي ششم السؤال وطني وبسيارنا دعلا بخوتان تركيز كان لو بابتي بدون إبسيار ديتوا بينا سكاني مشتق جامد أو هيس مزال تيداني لو دوانا يجيان أود كشف شك داداتي داري أوشا مشتقة يان جامدة أدو ديتا مشادكي دايما وشي مشتق كلمة كان دور دريشترا لجامدي أقر ديتت ورجلابو مشتقي بكناو بازني أقر أصلي كلمة بو أو بزانا أو جامدة دين دريم كالناس
اسم جامد مشتق فعل كل ما ورد غير صح. أوي كباس كده يا هموي ولا مكان غلطة. يعني بسيارتشكا فراغ هو الاسم المأخوذ من لفظ الفعل. اسم جامد مشتق اسم فعل غير ذلك. باش اوكتافيا نمنيش كاش دا انوا كلمة دفتر اسم مشتق اسم مشتق اسم جامد اسم مفعول كل ما ورد غير الصحيح. كاتلي داتو لبابتي مشتق وجامد هردو بينا سكان لي تبقى شكو اسانا تيجيشنا كي او دري هو اسم ماخوذ او دري هو اسم غير ماخوذ. مشتق ورجي لاوا جامد اصلي كلمه. كاتلي را كناس ايه اصلي كلمه يعني ورجي لاوا كناس كناس لكنسي ورجي لاوا كاتلي را كناس مشتقه مشتق طبيعا. اقل لزي كناسي كنسا ما عندنا با أصلي كلمة يبون أفر كنسانا أقول لهم لذيبي قلم ما عندنا با يان أسد ما عندنا با يان يد ما عندنا با أو كاتي اسمك أصلي كلمة يبو دبو جامد. والاسم المأخوذ تمشى هو اسم المأخوذ ورجلاوة من لفظ الفعل هو ديارة ما دام داري مأخوذ ورجلاوة كواتاليرا اسم مشتقة هو ديارة بروي أصلي كلمة نيا مالكو ورجلاوة لفعلة شي ك بيشتر باس مان كرت في أصلي فعلا كي ورد الجيري بزانا أو بيدا قوتي مشتق أقرشنا أقا قوتي غير مأخوذ نفسي بسيارك أقا قوتي هو اسم غير مأخوذ بس غيرك ليرا زياد بو يكسر في ناسا كده دا قوري لمشتقي لبو جامدي باش اختابيا. كلمة دفتر أصلي دفتري تسيا هر دفترك واتا ليرا هوشيان ولا مراستك جامد ولا مراستك جامدة كا بيشترج باس مان كد وتمان جامد اويا كلمة كا خودي خوي بي والكور نجي لاو بي مشتقش اويا اصلي كلمة بيتن اوا وحدي ششم كوتاي بيهات بداية باسم كد وحدي ششم بابتا كان زور آسانة تنها عدد نبي كمك تركيزي دويتن كوتاي من بوحدي ششم هنا تا بابتشكا